أعقبت المباراة. أول المقابلة كانت صعيبة أمام فريق كبير والمغرب الفاسي اللي رجع جميع اللاعبين ديالو، قام انتدابات اللي بين اليوم بأنه فريق كبير. حنايا قررنا أننا نضغطوا عليهم في الشوط الأول ولا شجعنا عليهم في الشوط الأول، ولا الإصابة ولا الإصابتين غتسهل المقابلة. بالطبع هذا طرف الكاس، أي مقابلة أي إصابة تسجلت عليك كيقولوا كتحس بدوبل. فالشوط الثاني تعمدنا باش نسدوا الممرات ولعبوا مرتدات، وهذه قوة نادي البركانية. الإصابة اللي سيف تنظن تعطينا حدود أكثر إن شاء الله للعب النهائي، وهذا هو الحلم ديال هاد الناس، وما كانش عندنا الحق نخدلوا هاد الناس اللي يجوا يحضروا من الساعات الصباح. دابا حنايا لو بليز امبورطون درناه ما تماركاش علينا في البلاد، سيتي لا بريوريتي نيميرو 1. دابا ماركينا جوج بوت، باقي ماتش روتور ونوجدوا الماتش اللي جاي السيمانه الجايه ان شاء الله ونبريباري. يا غيان كيفي انكور، سي جا اون ا جا ان با فيغ لا فينال ان شاء الله، مي يفو كونفيرمي ماتش روتور ان شاء الله. جينا عازمين باش ناخذوا واحد النتيجه ايجابيه من قلب بركان. الحمد لله كنا مسيطرين على 90 دقيقة، كما شفتوا كل شيء كيشاهد بهذه المقابلة، اللعبة داروا اللي عليهم، كانوا بعض الأخطاء من نقول لك من الحكم اللي شوية قصى علينا شوية في هذه المقابلة، ما كنبغيش نهضر على التحكيم ولكن خاصني نهضر في الاحتراف، خاصني نهضر أنا على التحكيم. كنتمنى إن شاء الله في العودة ديالنا لمدينة فاس إن شاء الله باش نداركوا الموقف، وكان نلعب على مقابلة، قدموا مقابلة جميلة. وفي كرة السلة حدث البطولة العربية